مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله في مادة التربية الإسلامية رح نبدأ في الدرس الأخير وهو سورة العاديات. سأقرأ السورة ونتحدث عن معانيها لنبدأ معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. المعاني في هذه السورة: والعاديات ضبحا أي الخيل المسرعة التي يسمع صوت تنفسها، فالموريات قدحا أي الخيل التي يخرج الشرر من حوافها من شدة السرعة، نقع وتعني غبارا، فوسطن به جمعا أي دخلنا وسط الأعداء، لكنود أي ينكر نعم الله تعالى. يقسم الله تعالى يا ثالث بالخيل التي خلقها لنفع الناس، ثم يؤكد سبحانه أن كثيرا من الناس ينكرون فضل الله تعالى عليهم، ينكرونه كيف؟ ينكرونه بعبادة غيره والانشغال عن طاعته، وبالرغم من علم الله تعالى بأفعالهم ومحاسبتهم عليها يوم القيامة. إذن الله تعالى يعلم أفعالهم وسيقوم إن شاء الله بمحاسبتهم عليها يوم القيامة. لدينا هنا نشاط: اذكر اسم من أسماء الله تعالى. أشارت إليه سورة العاديات. إن الإنسان أحسنتم لخبير. سنكتبها الخبير وهو اسم من أسماء الله تعالى. هنا لديك يا ثالث نشاط ختامي، ستقوم بتوصيل الأرقام، ستظهر معك صورة خيل. ننتقل إلى أسئلة الدرس. والعاديات ضبحا، أحسنتم، فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السؤال الثاني: فصل بين الكلمة في العمود الأول والمعنى المناسب لها في العمود الثاني. والعاديات ضبحا أي الخيل المسرعة التي يسمع صوت تنفسها، فوسطن به جمعا أي دخلنا وسط الأعداء في القتال، نقع وتعني غبار. سؤال رقم ثلاث: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. معنى كنود في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي الإنسان الذي ينكر نعمة الله تعالى. ثانياً، معنى قول الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الإنسان كثير الحب للمال وجمعه. ثالثاً، حب الإنسان للمال خير إذا استخدم في طاعة الله تعالى. سؤال رقم أربعة: اكتب الآية من سورة العاديات التي تدل على أن الإنسان على أن الله تعالى سيحاسب البشر، وهي إن ربهم بهم
خبير. هكذا نكون انتهينا يا ثالث من درسنا الأخير، يعطيكم العافية.